تعالوا نشوف يا ولاد، معلش هنفتح لروما خالد. يلا يا روما فتحت لك. ها The bright magnesium ribbon change into the white powder of when it burn in air P magnesium oxide. مغنيسيوم اوكسيد. تعرف تقولي لي الايكويشن اسمك ايه الاول؟ قفلت ليه؟ يلا قولي لي اسمك ايه فتحت لي. مريم. مريم. يلا يا مريم، تعرف تكتبي لي الايكويشن؟ هو قال لك مغنيسيوم ريبون اللي هو الرمز بتاعه ايه؟ ام ام ماشي ام بلس ماجي بلس معاكي. بعد بعد كده هكتب هو عامل الوايت رياكشن باودر مع مين؟ مع مين في الهواء؟ مع اكسجين صح؟ الاكسجين O2 ايوه. باي هيت اللي حصل؟ بيرن ان اير، اه عمل بيرن مغنيسيوم اير فورم اوكسيد وات؟ مغنيسيوم اوكسايد اللي هو ام جي. 2MgO. برافو عليك. طبعا اللي هي كده امبالانسد يا ولد. ادي ام جي يا مستر وهنا ام جي كده مظبوط، لكن مين بقى اللي مش متظبط؟ الاو2 هنا اثنين الاوكسجين او2 وهنا واحد في البرودكت، فكان لازم احط 2 بس ما ينفعش احطها تحت الرمز، اوعى حطها من بره. فاصبح كده يا مستر عندي 2 ام جي وهنا كانت ام جي واحده، لازم ارجع اظبط الام جي، فبقت 2 ام جي. طبعا المفروض بقى من كتر كتابتي ليها بكون خلاص اتعودت عليها. 2 ام جي بلس او2 باي هيت ايكوال 2 ام جي او اللي هو المغنيسيوم اوكسيد، ده عباره عن وايت باودر زي ما قالت كده مريم. واختار طبعا المغنيسيوم اوكسيد اللي هي تاني اجابه. طبعا تاني اجابه تاني اللي بعدها منجنيز، او سوري هنا مغنيسيوم. اه الاولانيه يا اولاد مغنيسيوم اوكسيد هي الصح، ما ينفعش اختار مغنيسيوم دايوكسيد. خلي بالنا، خلي بالنا من الكلام والنطق. مغنيسيوم اوكسيد تمام كده. طيب بعد كده تعالوا نشوف مين يجاوب. رنا. يلا يا رنا. معاكي يا I رنا. am يلا Mr. For an static object, it will start to move unless a force acts on it. It will not start to move. B. برافو عليكي. طبعا for an static object it will not start to move unless force act on it. يعني لو عندي body يا ولاد static، البادي ده static ما بيتحركش، مش هيتحرك من مكانه، البادي ده كده مش هيتحرك من مكانه unless an external force act on it. يبقى it will not move unless an external force act on it، مش هيتحرك الا لو في فورس خارجيه اثرت عليه. طيب تعالوا نشوف بعد كده مريم حسن حسان صح كده الاسم؟ مريومة بتاعت لك مريم صح؟ يا مستر يلا يا مريم نمبر 30. oxides are resulting during the time of lighting هتبقى number C nitrogen. نيتروجين اوكسيد. برافو عليك يا مريم. طبعا يا ولاد احنا عارفين ان في نيتروجين جاز في الاير، النيتروجين جاز موجود في الاير حاضر يا نهى، والنيتروجين جاز ده بيعمل رياكشن مع الاكسجين طبعا ان ذا بريزنس اوف ايه؟ الكتريك سبارك. مين الالكتريك سبارك؟ اللي هي اللايتنينج اللي هو البرق. فالنيتروجين يعمل رياكشن مع الاكسجين ويكون نيتروجين اوكسيد. طبعا ده يا ولاد اللي بينتج منين؟ ديورنج لايتنينج تمام كده. طيب تعالوا نشوف بعد كده حد تاني يجاوب. يلا يا نهى ناصر نمبر 31. مع حضرتك بس. Which of the following patterns best describes the way in which mass is conserved during chemical reaction? هتبقى دي the total mass of reactant is equal to the total mass of the product. The total mass of reactants is equal to the total mass of products. برافو عليك يا اخر اجابه. هو هنا عايز ده بيسموه باسم ايه يا نهى؟ اللو ده او الرول دي بيسموه باسم ايه؟ فاتحه لسه؟ قفلت نهى. هي ولاد بيسموه باسم ايه؟ law of conservation of ايه؟ of mass اللي هي the total masses of reaction of reactants is equal to the total masses of products. تمام كده؟ السؤال اللي بعده نشوف مين؟ يلا يا رشا. رشا عادل ولا محمد؟ فتحت. برافو عليك يا روان. law of conservation of matter او of mass ممتازه. فتحت لك.
طيب كابر ناجح فتحت لك يا حبيبي يلا نمبر 32 تعرف تحل. طب يلا يا يوسف فتحت لك يا يوسف. مصر هتبقى اقرا يا يوسف اقرا السؤال. In chemical reaction in the chemical reaction 64 grams of zinc react with excess oxygen to from 80 gram of zinc oxide how much oxygen in is used in the reaction. هو عمل reaction ما بين ايه يا يوسف ما بين 64 grams of zinc. خلي بالنا من الاسئله دي يا ولاد. Is reacted with excess of oxygen. اتفاعل مع كمية من الأكسجين 80 grams. How much oxygen is used in this reaction? To form, خلي بالك. هو هنا كون to form 80 grams of zinc oxide. هل تعرف تحلها يا يوسف؟ مش عارف بس. لا بالراحة ركز معي. لا سهلة هتعرف تحلها إن شاء الله. هو قال لك جاب زنك. حاجة اسمها الزنك. الزنك ده عمل reaction مع حاجة. مع أكسجين أو O2. عم يطلع لك حاجة اسمها 80 grams من زنك أوكسيد زد إنه أو 2 أو زد إنه أو 3 دوت المادة دي المادة دي 80 grams وهنا كان الزنك اللي حطه 64 grams يبقى ترى الأكسجين قد إيه اللي يحطه عليها؟ إحنا عارفين إن التوتال ماسز أوف ريأكتانس إيكوال ذا توتال ماسز أوف برودكتس. برافو عليكي همسات صح ومريم صح 16 16 ليه 16؟ لا غلط يا علاء. لا يا علاء مش كده لان احنا قلنا يا علاء ان هو مفترض ان هنا 80 احط ايه على ال 64 عشان يطلع لي 80 اكني بقول 80 minus 64 هيطلع فيها كام؟ هيطلع فيها 16. يبقى الانسر بتاعتي كام يا اولاد؟ 16 انا معلق ثانيه واحده هيطلع فيها 16 جرامز. بحيث بقى انا لو جيت اتاكد من اجابتي هقول 16 بلس 64 يطلع فيها 80 جرامز. يبقى انا لما اجي اختار بعمل اكني بعمل عادي يا يوسف اكني بشوف بعمل اكني بعمل سبستراكشن عادي او بعمل سميشن تمام؟ يبقى انا اختار كام؟ 16 جرامز. ماشي حبيبي برافو عليك. يلا يا كابر فتحت لك انت كنت قلت لي مثلا ما دوست غلط فتحت لك تاني نمبر 33. ماشي حبيبي ماشي يا علاء. طب ميرولا فتحت لك ايه هتبقى ذا كيميكال رياكشن هتبقى نمبر سي. ثانية واحدة ذا كيميكال رياكشن كوزز نمبر سي اخترتيها بريكنج بوندز بتوين ذا مولكيولز اوف رياكتانس. انا بكسر يا مستر البوندز ما بين المولكيولز اوف رياكتانس. ليه بقى؟ عشان يا مستر نعمل فورمينج of new bonds between the molecules of product. برافو عليك صح كده. على فكره ممكن السؤال يجي لكم بالعكس ممكن يقول لكم كده مين اللي معناه هو يعني مثلا يقول لك it is a breaking of bond between the molecules of reactants to form new bonds between molecules of products. فتختار ايه ساعتها في الاختيارات؟ chemical reaction. chemical reaction صح كده كان عكس لي السؤال. فخلي بالك يا ولاد من حاجه زي كده. تعالوا نشوف بعد كده حد تاني يشارك معايا. في خالد في كده اربع وحيد كده وخالد. يلا يا خالد. نايس يلا حبيبي نمبر 34. Which of the following equations showing the formation of carbon dioxide and correctly balanced. فين الرياكشن الصح يا خالد صح كده؟ نمبر بي. نمبر بي C plus O2 مستر عايز اسال حضرتك يا مستر. قول يا حبيبي مستر هي نمبر 23 هتطلع 4.1 ازاي رغم اني عملتها على الحاسبه وطلعت نتيجه تاني؟ طلعت كام معاك؟ هي طلعت 200 اوفر 49. طب هي فكرني بالارقام كان كام على كام؟ احنا قلنا الويت ساعتها كان كام والماس كام؟ كان 40 على 9 اوفر 9.8. 40 ديفايدد 9.8 احسبها تاني كويس هتلاقي 4. في 0.0 كده فانت بتعمله ابروكسيميتلي كده تروح مقربه يبقى 4.1 فاهم؟ تمام
جربها انت يعني عملتها تاني حسبتها؟ هي طلعت 249 على الحاسب. دوس بقى في زرار كده عندك اسمه SCD كده يعني جنب الايكوال تقريبا. الناتج بقى كده طلع لي 4.081 وشويه تقريبا 4.1 مش عارفين. تمام اللي بعده ثانيه واحده يا ولاد. نمبر 35 نشوف مين يجاوب. سلمى يلا يا سلمى. Liquid transports through pores and the walls of cells from low concentration to high concentration. برافو عليك. طبعا بتتنقل من low concentration to high concentration. تمام برافو عليك يا سلمى ممتازه. Number 36 ادم. ادم خالد يلا ادم. ادم Which of the following, number 36, Adam? طيب. هاي Adam. مش مصر المايك كان معلم كنت عارف افتحه. Which of the following are types of fundamental forces? Many fundamental forces in nature, Adam. هل constant forces ولا gravitational forces? ولا الفريكشن ولا اب تراست فورسز؟ ها جرافيتيشنال فورسز. جرافيتيشنال فورسز تمام برافو عليك. تمام دي طبعا من اللي هي الفاندمنتال فورسز ان نيتشر. برافو عليك يا ادم. اللي بعده نمبر 37 ثانيه واحده نشوف بعد كده مين يجاوب. في مريم احمد يلا يا مريم. ايوه يا مستر. 38 نمبر 38 فوتنا حاجه ولا ثانيه واحده معلش. المفروض كان المفروض 37 صح. اوكي يلا يا مريم. دايركت كومبينيشن رياكشن تيكس بليس بتوين. دايركت كومبينيشن رياكشنز تيك بليس بتوين هتبقى دي اللي هي all the previous answers صح كده؟ تمام. هي two non-metals يا إما يكون metal and non-metal يا إما compound with another compound. تمام برافو عليك يا مريم. تعالوا نشوف بقى 38 ونشوف تهاني كرم فتحت لك فتحت لك مين الاسم مش عارف أقرأ الاسم كويس. اسمك؟ أي مستر. اسمك ايه؟ تهاني كرم. تهاني اوكي تعالى بالقول ايه طيب؟ ولا قول صح كده بالقول صح؟ لا صح قول ذا بريفيوس. تهاني اوكي اوكي ماشي يلا جاوب السؤال ماشي. دايركت ده قلناها خلاص لا 38 يا تهاني. What is the change of of energy this the device؟ نمبر سي. نمبر سي الكتريك تو ماجنتيك. ده يعتبر مين الديفايس ده تاني؟ الكترو ماجنتيك. الكترو ماجنت برافو عليك. الكترو ماجنت اللي هو طبعا بيحول يا ولاد الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي. نمبر 39 نشوف مين الناس اللي فوق. يلا يا جنى. جنى سعيد حضرتك يا مستر. يلا يا جنى نمبر 39 ده بيت السؤال يا جنى. What is the name of the device based on this idea? What is the name of the device based on this idea of working? مين الجهاز اللي احنا استخدمناه بقى عشان بيعتمد على الفكره دي؟ الكترو ماجنت. برافو عليك الكترو ماجنت. تمام يا جنى اكسلنت. اللي بعده بعد كده نمبر 40 يا اولاد ونشوف حد بقى جديد. يلا يا باسل 40 يا باسل. ماشي يا مستر.
يلا هي. Which of the following is a unit of force? نيوتن. نيوتن. برافو عليك أول واحدة. نيوتن طبعا هي اليونت بتاعت مين؟ الفورس. برافو عليك يا باسل. يلا روان. روان سامر. نمبر 41 يا روان. فتحت لي كروان. طب احمد فوزي. احمد. فتحت لك يا احمد. طيب يلا يا نهى. حاضر يا كام. نهى معايا؟ فتحت لك يا نهى. رحتوا فين يا ولاد؟ هيا نوه يلا يا نوه. نمبر 41. ايه السؤال؟ رنا سؤال. When two cars move. When two cars move in the same direction with a velocity of 100 kilometer per high. The driver of the first car imagine the second car to be not moving. هيا نوه. هو انت انا بعت له تاكسيت اه دايركشن وذ فيلوسيتي 100 التو كارز ماشيين بنفس الاتجاه يا ولاد صح الفيلوسيتي بتاعتهم 100 كيلومتر بير اور ممكن تعملوها كده وانتوا بتحلوا كيلومتر بير اور روان معايا تمام طيب حمزه معلش حلها معايا بس بنتك كانت في مشكله عندها في المايك تقريبا يلا يا حمزه يا مستر يلا حبيبي تو كارز ان ذا سيم دايركشن هما الاثنين مع بعض في نفس الاتجاه فانا عملت كده يا ولاد طيب كمل يا حمزه ايبن هتبقى نوت موفينج نوت موفينج نشوف كده the driver of the first car imagines that the second car to be not moving ليه يا ولاد ليه يا حمزه عشان هما ماشيين على نفس السرعه اه وبس ولا كمان سبيد نفس السوري السرعه اللي هي الفيلوسيتي ونفس مين كمان؟ حاجة مهمة ما ممكن يكون نفس السرعة بس واحد ماشي كده عكس يبقى ونفس الدايركشن ايوه برافو عليك سيم سبيد اند سيم دايركشن سيم سبيد اند سيم دايركشن يعني يا مستر احنا حتى زي ما قلت لكم في الفيديو ساعتها في الشرح احنا بنلاحظها انا راكب العربية دي والعربية اللي التانية ماشية جنبي بالظبط ان ذا سيم سبيد اند سيم دايركشن فانا هحس كأنه هو واقف في مكانه ما بيتحركش احنا ممكن نكلم بعض كمان من الشباك ونقول لبعض حاجات بقى واحنا صح؟ ليه يا مستر؟ لان انا كده بتخيل ان التو كارز او الكار الثانيه دي كانها نوت موفينج. السبيد بتاعتها بزيرو. لكن لو في الاوبزيت دايركشن لا دي قصه ثانيه بقى. لو في الاوبزيت دايركشن يا ولاد كيلومتر 100 كيلومتر بير اور اند ذا اذر كار موف وذ ذا سيم سبيد 100 كيلومتر بير اور بات ان ذا اوبزيت دايركشن لكن في عكس الاتجاه. في الحاله دي يا ولاد انا هشوف الكار نمبر 2 دي كانها ماشيه بكام؟ ب 200 كيلومتر بير اور. بعمل بلس. تمام كده؟ هعمل هنا بلس فكاني هشوفها ماشيه ب 200 يعني سبيد هاير ذان ذا كار ذا سبيد اوف ذا فيرست كار ممكن تجيني في الاختيارات يا اولاد ممكن يقول لي مثلا ايه ان ذا اوبزيت دايركشن ماشيه ب 100 فالكار الثانيه تبقى ماشيه ب 100 برضو ولا مثلا 110 ولا 90 طبعا اختار ساعتها اي رقم اكتر من 100 لان هما ماشيين عكس بعض لكن لو ماشيين مع بعض طبعا فبختار ايه؟ لو زيرو لو في نفس الاتجاه وفي نفس السرعه ونفس السبيد. تمام كده؟ حاضر يا روان خليكي تجاوبي بس نشوف بس لو حد جديد هيشارك معانا. مين تاني يا ولاد عايز يجاوب؟ يلا عمر احمد. يلا عمر معايا فتحت لك. طيب يوسف وائل يلا يوسف عمر انت فتحت هتكلم يا عمر معاك استنى يوسف معلش عمر ايرا 42 علي صوتك يا عمر كيميكال اكشن ايكويشن ايوه بلو شوز نيتروجين مونوكسيد رياكتنج ويز اوكسجين تمام Which of the following types Which of the following types of direct combustion
reaction doesn't this equation represent? Which of the following types of the direct combustion reaction doesn't the sorry does this equation represent? يعني الايكويشن دي يا عمر بتمثل اي نوع من انواع الرياكشنز؟ هل mixtures with an element ولا compound with another when element was compound or a compound بس element was compound. Element is compound. فين الاليمنت فين الكومباوند يا عمر؟ الاليمنت اللي هو الاكسجين. برافو عليك. الاليمنت هو الاكسجين والNO2 يعتبر ايه؟ كومباوند. الكومباوند تمام كده؟ ماشي برافو عليك يا حبيبي. تمام حبيبه حبيبه عبده فتحت لك يا حبيبه. يلا نمبر 43. To form 54 gram of water it is required to reach for power 8 gram of oxygen with 6 gram of hydrogen. So 2 gram of hydrogen compound completely with space gram. فهم السؤال يا حبيبة؟ مش قوي صراحة. طب تعالي نفهمه براحة. بقولك to form 54 grams of water. انت عايز تكوني 54 grams of water. يعني تطلعي 54 ادي الوتر اللي هو H2O تطلعي منه 54 grams. عملتي ايه؟ تقولي يا مستر حطينا 48 grams of oxygen ادي الـ O2 48 مع مين؟ مع 6 gram of hydrogen اللي هو الـ H2 المفروض احط هنا 2 طبعا وهنا 2 لا ادي 40 ادي 6 gram من الهيدروجين تمام كده. هنا بقى طلب منك ايه؟ so 2 grams of hydrogen. انا مش هستخدم 6 جرام بقى انا هستخدم 2 بس. يا ترى يتحد مع كام اكسجين؟ تمام so 2 grams of hydrogen combined completely with how many grams of oxygen. انت قللت الهيدروجين لكام؟ للثلث الكوانتيتي صح 1 over 3 بدل 6 بقى كام؟ 2. يبقى الاكسجين هو كمان يبقى ديفايدد كام؟ 1 over 3. برافو عليك يعني ديفايدد 3. يعني مش انت هنا قللت مش انتوا هنا يا اولاد قللتوا الكميه او الكوانتيتي ل 1 over 3 بدل ما كانت المستر 6 بقت 2 يعني اكيد عملتها ديفايدد 3. فنفس الكلام لازم الريشيو هنا هي كمان تقل لايه؟ ديفايدد 3 يعني 48 ديفايدد 3 يطلع فيها 16. يوم يطلع لي هنا كام بقى ووتر يا هيطلع لي ساعتها هنا كام؟ 18 صح؟ او انت لو قسمتي فعلا ال 54 ديفايدد 3 يطلع فيها 18. طب انت هنا بقى احتجتي كام كميه من الاكسجين؟ احتجت قد ايه من الاكسجين؟ هقول لك بقى سو 2 جرامز اوف هيدروجين يا ترى كومباين كومبليتلي وذ هاو ماني جرامز اوف اكسجين؟ كام؟ 16. يبقى انا اخترت 16. فهمناها يا ولاد؟ مستر انا مش فاهم السؤال رقم 343. هقوله تاني يا ولاد. هقوله تاني. السؤال دوت ليه علاقه باللو اوف كونستانت ريشيوز تمام. فهو بيقول لكم ايه؟ انتوا كان عندكم 54 جرامز من الووتر طلعوا نتجوا خلاص. طب جم منين يا مستر؟ جم من 48 جرامز اكسجين مع 6 جرام هيدروجين. ادي 48 اكسجين مع 6 هيدروجين. يعني انتوا دخلتوا معايا اللاب هنسهلها شويه. دخلتوا معايا اللاب فروحنا جايبين 6 جرام هيدروجين اهم وحضرنا او جبنا 48 جرامز من الاكسجين اهم رحنا مطلعين ايه؟ طلعت الماده اللي اتكونت يا مستر ووتر 54 جرامز تمام شكرا كده. السؤال بقى قلت لكم طب ايه رايكم يا اولاد لو احنا شغالين في المعمل بقى ايه رايكم لو احنا استخدمنا 2 جرامز من الهيدروجين؟ تقول لي يا مستر انت عايز تعمل الكميه دي ديفايدد 3؟ هقول لك اه بدل ما كنا هنستخدم 6 جرامز هنستخدم 2. هكتبها تحت يا ولاد. طيب تقول لي يا مستر بما اننا استخدمنا هنا ديفايدد 3 يبقى لازم اعمل هنا ديفايدد 3 برضه لان هو اسمه لو اوف كونستانت ريشيوز. فهيبقى بدل ما هيبقى 48 هيبقى 16 جرامز. هتلاقوا اللي طلع كام ساعتها؟ اللي هيطلع 18 جرامز من الووتر. لو حبيتوا تتاكدوا وعملتوا الرقم ده ديفايدد 3 هيطلع برضه 18 جرامز. شفتوا بقى لو اوف كونستانت ريشيوز. طب السؤال بقى ال 2 grams of hydrogen combined completely with how many grams of oxygen؟ ساعتها هي مستر هيبقى 16 grams. يا رب تكوني فهمتيها يا مايا وفهمتوها اللي ما كانش فاهمها.
يعني زي ما بنعمل يا ولاد في يعني في في في, في نسبه واحده بس من الرياكتنس ديفايدد 3 او ديفايدد 2 او ديفايدد 4 على حسب، هعمل في الكل، هعمل للكل زي ما قسمت الاماونت اوف اوكسجين هنا ديفايدد 3 او سوري اماونت اوف هيدروجين ديفايدد 3 فبقوا 2 جرامز، لازم اعمل برضو الاماونت اوف اوكسجين ديفايدد 3 عشان تبقى برضو نفس الكلام 16 جرامز وتطلع نفس الريشيو. اللي بعد كده 44، مين عايز يجاوب؟ ماشي يا روان. مين يجاوب؟ يلا يا شهد، يلا يا شهد. مع حضرتك يا مستر. يلا يا شهد. If the mass the mass of an object is 2 kilogram and the Earth's gravitational acceleration is 10 per second meter per second power 2 meter per second the object's weight equals شاهد الويت equal ايه؟ الويت equal mass times gravitational acceleration. برافو عليك، يعني m times g اللي هي الجرافيتي acceleration. هو طالب منك الويت يبقى equal الماس بكام؟ الماس ب 2 كيلوغرام تمام، وتايمز الجي هو مدالك بكام؟ ب 10. ب 10 يطلع معاكي كام كده الناتج؟ 20 ايه بقى؟ 20 نيوتن. ليه بنيوتن؟ لان انت بتجيبي مين؟ الويت. الويت صح، لان تقولي مثلا انا عندي كده في 220 طبعا اكيد تختار النيوتن لان انت بتجيبي الويت اوف بطن. تمام كده يا ولاد؟ طيب اللي بعده. ماشي يا شهد برافو عليكي. نمبر 45، مين عايز يجاوب تاني؟ اللي عايز يجاوب يا ولاد يلا يا كابر. 45 حبيبي يلا. حاضر. 45 هنا the ratio between the mass reactants equal the mass of products the mass of products is A according to the law of conservation of matter is equal. برافو عليك. طبعا the ratio between the mass of reactants لازم يمثل ده. على فكرة أنا بنت مش ولد. أنت بنت؟ ماشي كابر. اسمي كابر؟ ماشي يا كابتن برافو عليكي. تمام ممتازه. يبقى اكيد طبعا equal to the mass of ايه؟ of products. طبعا ده معناه ايه يا ولاد؟ law of conservation of matter. برافو عليكي يا كابتن. تمام ممتازه. نشوف مين تاني عايز يجاوب. مستر ممكن اجاوب اللي بعده ده عشان زمايلك. طب يلا قولي مش مشكله، حلي يلا السؤال. If you have two objects A and B, the weight of object A is double the weight of object B. The mass of object B equal 40 kilograms. So the weight of object equal newton. هتعمليها بيقول ان الـ ان الـ A double double B. بالظبط. دي عايزه حسبه شويه يا كابر، يعني عايزه يا ولاد بس حد يكون كده شاطر في الماس بقى. الدبل بتاعها هي ما بيقول هنا ان ال ال B ب 40. بقول لك if you have two objects A and B the weight of object فالA الدبل بتاعها فال ال B ب 40 فالA كده هتبقى ب 80. الA ب 80 عشان هي الدبل بتاعها. برافو عليك تفكير كويس. بص يا ولاد كده نشوف مع بعض. تعالى نقرا بالراحه الاول يا كامير. if two objects A and B ماشي، انا عندي يا مستر اوبجكت A واوبجكت تاني B بس A ده دبل الويت بتاع B. تمام، يعني لو دوت لو الـ A لو الـ B W يبقى الويت بتاع A 2 W. تمام نكمل بقى. يعني الـ A قد الـ B مرتين. and the mass of object B equal 40 kilograms. الـ B ده ب 40. So the weight of object A equal هو عايز الويت بتاع الاوبجكت A. طيب براحه يا ولاد نحسب. هتعمليها جبتيها 80. ليه 80؟ انت قلتي لان عشان احنا كده عملنا ال 40 باي 2 الدبل. بس خلي بالك هو في فرق بين الويت والماس، هنشوف هنحسبها مع بعض. بص يا ولاد
احنا عندنا ايه؟ عندنا ان الماس equal الويت divided 10 صح كده؟ او divided g. امشي معايا خطوه بخطوه تمام؟ ده الاوبجكت ايه؟ الماس بتاع الاوبجكت ايه والويت بتاع الاوبجكت ايه؟ طب وانت عندكم الماس بتاع الاوبجكت بي وهنا الويت بتاع الاوبجكت بي وهنا الجي، حد عنده اعتراض؟ مش الماس الدبليو اوفر جي وهنا الماس الدبليو اوفر جي. حاجه حاجه بقى، بصوا if you have two objects A and B the weight of object A is double the weight of object B. يعني انا ممكن اشيل الويت بتاع A ده وقت ما كانوا 2 ويت B صح؟ حد عنده اعتراض؟ ما هو الوزن بتاع A قد B مرتين، فرحت انا كتبت الوزن بتاع B اهو مضروب في 2. ما هو if the weight of A double weight of B، فرحت انا شلت الويت of A وحطيت مكانها double weight of B. طيب نكمل بقى. And the mass of object B is equal 40. الماس بتاع B ده ب 40. خليها 40. So the weight of object A. طيب. لازم نجيب الماس بتاع object A الأول. هنعمل إيه يا أولاد؟ الـ G راحت مع الـ G. وأروح قايل إيه؟ بصوا بقى هجيبها إزاي. معلش هي فيها لفة شوية. الماس of A equal to الـ weight of B. والـ 40 هنا equal الـ weight of B. تعالوا نعمل الماس اوف A اوفر الماس اوف B. يعني هعمل كده يا ولاد، تعملوها في الماس انتوا في الماس الموضوع ده. يعني هتقولوا كده الماس اوف A divided 40 equal الويت اوف B اوفر 2 ويت اوف B. هتلخبطكم شويه مع هنشيل دي مع دي تمام؟ ويبقى الماس اوف A times 2 equal 40. معلش ال 2 ماس اوف A equal 40. يبقى الماس اوف ايه؟ equal 2 times 40 يطلع فيها كام؟ 80. ده الماس اوف ايه؟ ب 80. هو عايز الويت اوف ايه بقى؟ هو مش عايز الماس اوف ايه، هو عايز الويت اوف ايه يا كابر؟ يبقى الويت اوف ايه ايكوال ايه؟ الماس تايمز 10. معايا يا ولاد؟ انتوا متلخبطين صح؟ ها يا ولاد معايا؟ طب انا هحاول اقولها لكم تاني بالراحه، خلينا اقولها لكم بالطريقه الاسهل، بلاش طريقه الحسبه دي هتلخبطكم شويه. انا عارف ان هي تبقى فيها حسبه ماس كده هتبقى صعبه شويه. خلينا زي ما قالت زميلتكم نسهلها اكتر. هو هنا يا مستر الويت اوف اي او الاوبجكت، عندنا تو اوبجكت، الويت اوف اي از دبل الويت اوف بي، اند ذا ماس اوف اي او ماس اوف اوبجكت بي ايكوال 40. تمام؟ ممكن اجيبها بطريقه ثانيه، اجيب الويت بتاع بي اللي هي ال 40 تايمز ال 10 يطلع فيها الكام؟ 400. ادي الويت اوف بي نيوتن. هو قال لك بقى ان الويت اوف اي تمام؟ الويت اوف اي از دبل ذا ويت اوف بي، يعني 400 تايمز 2 هيطلع فيها 800 يا ولاد. المفروض هنا ازود زيرو يا ولاد، معلش في الاختيارات. 800 نيوتن. زود زيرو. تاني بص انا جبتها بطريقه اسهل المره دي شويه. معلش ركزوا. هو قال لكم ان الماس اوف اوبجكت بي ب 40 كيلو جرامز. طيب يبقى انا مثلا اجيب الويت اوف بي، الويت بتاعته اللي هي الماس بتاعته تايمز 10. الماس ب 40 تايمز 10 يطلع فيها كام؟ 400 نيوتن. انا كده جبت الماس بتاعت البي. هو بيقول لي بقى ايه؟ ان الويت، انا سوري جبت الويت بتاع بي. هو بيقول لي بقى ان الويت اوف بي اوف اي از دبل ويت اوف بي. طيب يا مثلا يعني 400 تايمز 2 يطلع فيها 800 نيوتن. حط زيرو يا ولاد ونختار 800 نيوتن. تمام؟ معلش هنخليها 800 هنزود زيرو. يبقى انا الاول حولت الماس بتاعت البي لويت وجبت الويت بتاعتي، وطبعا الاي الدبل بتاع البي، الاي هو الدبل بتاع البي. فيطلع ساعتها كام؟ 800. سؤال نمبر 47. دي اسهل من الطريقه الاولانيه اللي كنت عامل لكم فيها شغل ماس شويه. 47. يلا يا روان. The car brake performance is an application of friction force. برافو عليك. The car brakes performance is an application of طبعا friction force. ال car brakes بتعتمد يا ولد على ال friction force. مين نشوف واحد تاني او حد تاني؟ طب يلا يا همسات انت رافع ايدك من بدري.
حاضر يا سمينة، اقول لك انت اللي بعدها على طول. The idea of how the electromagnet works is to change the electric energy into magnetic energy. اللي هي دي. الالكتروماجنت انا بحول الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي. بس انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ قول يا همسات. هو حضرتك مش عامل ريفيجن جونيور 4 او على الشانل حتى؟ على ايه معلش؟ على القناه بتاع حضرتك يعني قصدي؟ فيديو يعني؟ او الريفيجن اظن كان في اسئله لكتاب المدرسه. هبشوفها لكم واحاول اطلعها لكم يعني اظهرها لكم شويه. انتوا لما تدخلوا القناه وتدخلوا على لو انتوا مش عارفين تدخلوا القناه لحد دلوقتي بتدخلوا على اللوجو بتاع القناه نفسه اللي هي صوره القناه دي، بتدخلكم جوه القناه بتشوفوا بقى قائمه الفيديوهات بتاعتكم، تضغطوا عليها تجيب لكم القائمه بالكامل. اختي بتحب شرح حضرتك كنت عايزه ريفيجن. علي صوتك شويه يا مسات معلش. تقولي ايه؟ اختي بتحب شرح حضرتك فكانت عايزه ريفيجن مع حضرتك. زي ان شاء الله هتلاقي هي بريب 1 برضو؟ لا جونيور 4. تمام موجود ان شاء الله. عملنا النهارده ريفيجن اصلا لفور ما حضرتش؟ لا وما كناش نعرف. موجوده في القناه لسه نازل الفيديو. شكرا يا مستر. العفو. 49 تعالوا بقى نشوف ثانيه واحده. مش عايز بس انتوا عندكم امتحانات ثانيه فمش عايز اعطلكم قوي، بس ان شاء الله الساينس يعني يكون مضمون باذن الله. يلا اسراء فؤاد، مش لاقي اسمك يا سمير، رحت فين؟ اسراء when two cars move in the opposite direction. تمام. كيلومتر بير اور. The driver of the first car imagines that the second car moves well. With velocity 160. ايه اللي خلاك تقولي كده؟ لان هما ماشيين ازاي؟ in the opposite. رحتي فين؟ هما ماشيين طبعا in the opposite ايه؟ in the opposite direction. انا ادي الكار اهي ماشيه ب 80 كيلومتر بير اور، والكار الثانيه ماشيه برضه بنفس الفيلوستي 80 كيلومتر بير اور، بس in the opposite direction. لو حاله ال opposite direction يا ولد انا بعمل submission. لو same direction كنت هختار zero زي اللي فاتت، لكن هنا in the opposite direction بعمل plus. هيطلع فيها كام؟ هيطلع فيها 160. تمام كده؟ دي طبعا الاختياري بتاعنا. طيب يا ولد number 50، يلا نسرع شويه الريتم. يلا 50. حد جديد ما جاوبش؟ ميرا أمجد. ميرا أمجد فتحت لي كاميرا. When two cars move in the same direction with a velocity 80 kilometer per hour, the driver of the first car imagines the second car moves with velocity equal. هنا move in the same direction، هنا مع بعض. يلا اولاد اخر حاجه بس نخلص عشان برضه تذاكروا بقيه المواد اللي عندكم. كل مين بيجاوب معايا؟ معلش بس انا تركيز شويه النهارده. يلا اولاد طب تعالى. يلا يا سمير عمال ما زميلتك تدخل تاني. تمام مستر. رقم 51 يا مستر ولا رقم 50؟ خلصنا نصيحه دي مع زميلتكم. نمبر 51 all of the following are motion regularly repeated in incorporated of time except translation of motion. برافو عليك. طبعا all of the following are regularly repeated in equal periods of time. مين الموشن اللي بتتكرر بانتظام؟
اكيد الويف موشن يا مستر والسيركلر موشن والفايبريتنج موشن، لكن طبعا الترانزيشنال موشن تعتبر ايه نوت ريبيتد او نوت ريجولر ريبيتد. مستر هو انت حضرتك يا مستر هتكمل المنهج عادي ولا خلاص كده؟ المنهج موجود في القناه يا سمير، المنهج بالكامل يا جماعه موجود في القناه. هتعمل زوم يعني هتعمل زوم ولا خلاص كده المنهج بقى على القناه خلاص؟ عشان بيبقى يومين امتحانات وبنراجع فيه بس، لكن في وقت المراجعه تمام. لكن المنهج موجود في القناه وطبعا انتم موجودين في التعليقات لو عايزين اي حاجه تكتبوا لي في التعليقات. تمام نمبر 52. All of the following are properties of sound waves except. يلا يا علاء ولا الاء؟ فتحت. نعم الاء صح. يلا يا الاء. All of the following are properties of sound waves except. يعني كل كل دي من صفات الساوند يا الاء except. الاول قولي حاجه حاجه معايا، انت موافقه ان هو ميكانيكال ويفز ولا لا؟ تمام يبقى دي طبعا دي طبعا صفات الساوند. الترافل ثرو فري سبيس ولا لا؟ لا لا ايوه هي دي بقى الاجابه. لكن طبعا نيد ا ميديوم تو ترافل، طبعا يا مستر نيد ا ميديوم تو ترافل. ات از برودوسد ديو تو ذا فايبريشن اوف ميديوم بارتكلز، طبعا اكيد يا مستر لازم اعمل فايبريشن للميديوم بارتكلز عشان يكون في ساوند، يبقى اكيد طبعا مين هنا اكسبت بقى؟ اكسبت مين؟ الترافل ثرو سبيس طبعا دي مش بتاعت الساوند، دي بتاعت مين؟ الالكتروماجنتيك ويفز. برافو عليكي. تمام يا الاء. نشوف مين تاني، حد بس نشوف حد ما جاوبش. كارين كارين الاسم صح على المنطقه صح ولا غلط؟ كارين كارين يلا يا كارين. The movement of electrons around the nucleus is considered circular motion. برافو عليكي. Excellent. يعتبر circular motion. The movement of electrons around the nucleus is circular motion. ممتازة يا كارين. تعالوا نشوف مين تاني. جودي محمد. يلا يا جودي. نعم يا مستر. يلا يا جودي. Electromagnetic forces affect on the operation of the following except for. الالكتروماجنتيك فورس بتأثر على كل الحاجات دي ما عدا مين؟ هل الالكتريك موتور ولا الالكتروماجنت ولا الداينامو ولا الكار انترنال كومبستشن انجن؟ كار انترنال كومبستشن انجن. برافو عليكي. طبعا اكيد طبعا الكار انجن ده ايه علاقته بالالكتروماجنتيك فورس؟ ممتاز يا جودي. تمام. معلش يا مستر انا عندي سؤال. قول يا جودي. هو كان في سؤال محلته غلط ومعلش عايز حضرتك تشرحه لي. اللي هو بيقول work done to lift object upward increase by increasing object weight object mass A and B. وهنا الاجابه كانت مكتوبه الاوبجكت ماس، مش هو تنفع A and B؟ هو الاثنين صح. هو اساسا البوتنشال انرجي عباره عن ايه؟ البوتنشال انرجي هي عباره عن ام جي اتش. ايه الام؟ الماس، والجي اللي هي طبعا الجرافيتي اكسلريشن، والاتش اللي هو الهايت اوف بادي. كل ما تطلعي بالبادي لفوق كل ما البوتنشال انرجي تزيد، صح كده؟ صح. تمام. مين بقى الام في جي؟ مين الام تايم جي؟ اللي هي الويت. صح كده؟ يبقى ويت تايمز الهايت. يبقى هما الاثنين يعني هو انت لو غيرت الماس كده مين بيتغير؟ الويت اوف بادي. صح ولا لا؟ يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان البوتنشال انرجي يا اما اقول الويت اوف بادي يا اما اقول ماس اوف بادي تايمز الجرافيتي اكسلريشن تايمز الهايت. تمام كده؟ يبقى هما الاثنين صح. ده كان في اي كتاب ده ولا كان فين؟ لا مش عارفه دي كانت متذكره موجوده على النت. تمام يبقى هما الاثنين طبعا. البوتنشال انرجي بتعتمد على الاثنين. بالعكس ده هو كمان المفروض لو هيكتب يختار الويت اوف بادي هي الاصح بقى والادق يعني، لان الام اف جي معناها ويت. طيب تمام كده يا ولاد. ذا اوبجكت طبعا ويت تشينج باي تشينجينج. اخر سؤال اخر سؤال يلا يا ماشي يلا يا علاء. علاء يلا حبيبي اخر سؤال. The object weight changes by changing.
دي ال volume وال position on earth surface. ال volume وال position. طب ال volume علاقته في ال weight؟ لا يا علاء، ال weight of body depend on مين؟ أكتر حاجة بتأثر على ال weight of body position on earth surface. تمام، الفوليوم مش بيأثر هنا على، يبقى إذا object weight change by changing طبعا position on earth surface. تمام يا ولاد، إن شاء الله بإذن الله تكونوا من الأوائل في الامتحان بتاعكم، الأسئلة بتيجي سهلة، ما تقلقوش نفسكم. تمام، ركزوا جدا على الدروس بتاعت الويفز ديت والموشن اللي هي الدروس اللي في الآخر دي، نشد فيها شوية لأن ممكن تكونوا ما اتفرجتوش عليها كويس أو ما شفتهاش كويس. تمام، نذاكر ونشد ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله ما تكونش في حاجه صعبه. المنهج بالكامل موجود في القناه، اللي حابب يكمل بيقرا او يعني مع الوقت للتاني كده ممكن نسمع درس او حاجه نسمعه، بس عشان خاطر ليه علاقه يا جماعه بالسنين اللي جايه، لان احنا بنيجي نشرح في السنين اللي بعد كده بنلاقي انتوا خدتوه في بريب 1، وانتوا على فكره اهم مرحله، وانا قلت لكم قبل كده في الكلام ده كتير، بشتغل مع بتوع بريب 3 وبريب 2 وهم مش عارفين حاجات اساسيات من عندكم. فخلصوا منهجكم، خلصوا امتحانكم بكره ان شاء الله وارتاحوا واسمعوا اللي باقي، بس مش عايز اكتر من كده. ربنا يوفقكم ان شاء الله، اشوفكم على خير، العفو، ربنا يوفقكم، وهنزل لكم الفيديو بقى في القناه تبقى تتابعوه وتعلقوا عليه ان شاء الله، حتى بعد ما تخلصوا كده وتذاكروا بقيه المواد بتاعتكم. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله، المره الجايه ان شاء الله لو في نصيب بقى السنه الجايه تكونوا انتوا في بريب 2 اعمل لكم فيديوهات اكتر من كده شويه. يلا يا ولاد، ربنا يوفقكم، مع السلامه.